احنا الاسبوع اللي فات كنا اتكلمنا مع بعض عن شوية حاجات كده عن موضوع تعديل السلوك بالنسبة لاطفال التوحد، وان شاء الله النهاردة دي اخر محاضرة ليا معاكم اللي انا هتكلم فيها عن كيفية صياغة خطة فردية او كيفية كتابة البرنامج الفردي لاي طفل توحد. هنتكلم عن الخطة ازاي نسخها وازاي نكتبها، دي ان شاء الله اخر محاضرة ليا معاكم في موضوعات التوحد. ان شاء الله باذن الله احنا هنتكلم النهاردة عن الخطة الفردية للاطفال التوحديين. قبل ما ابدا اتكلم عن الخطه الفرديه او ابدا اصيغ الطريقه او الحاجات الخطوات اللي انا هستخدمها، انا في الاول هتكلم عن حاجتين، هتكلم عن التشخيص الدياجنوز وهتكلم عن التقييم عمليه او التصنيف عمليه الكلاسيف. في البدايه خالص يا جماعه لما اجي عشان خاطر ابدا اعمل خطه تربويه فرديه او خطه ذات اهداف بالنسبه لاي طفل، بالنسبه لاي طفل من اطفال التوحد، لازم ابدا في الاول عملية تجميع البيانات وتجميع المعلومات الخاصة بالحالة اللي قدامي، عرضها على المتخصصين من فريق العمل سواء كانوا الأطباء أو المتخصصين في مجال التربية الخاصة، علشان أبدأ أخد تفاصيل عن الحالة اللي معايا دي، ويبدأ يبقى عندي مادة خصبة أقدر بناء على هذه المادة إن أنا أعمل البرنامج الفردي الخاص بأطفال التوحد اللي عندي. طيب يا جماعة نبدأ نتكلم عن عملية في الأول خالص، عملية التشخيص. في البداية خالص هنعمل عملية تذكرة بسيطة كده قبل ما نبدأ في خطوات البرنامج. في البداية خالص عندي بداية اكتشاف موضوع التوحد. أول حاجة الأم اكتشفت الموضوع، بداية الاكتشاف بتاعتنا بتكون عند معظم الأمهات لدى أطفال لا يتحدثون أو لديهم مشكلة في عملية اللغة، إن هم كان عندهم لغة واللغة دي تراجعت أو لسه وصلوا لسن 2 و3 سنين ومفيش أي لغة خالص. وممكن يكون الكلام اللي أنا بقوله ده مش ممكن يكون دليل على التوحد، لكن في بداية الأمر الأم بترتاد الطبيب المتخصص أو أخصائي التخاطب وبتروح تحكي له مشكلة ابنها إن هو بيعاني من مشكلة في اللغة. دي بداية كل الأمهات. الأم في البداية دي ما تكونش تعرف يعني إيه كلمة تواصل، يعني ابنها متصل ولا لأ، يعني ابنها بيتكلم ما بيتكلمش ليه، بتكون الامهات لسه مش فاهمه يعني ايه الموضوع. بتروح للمختص، المختص اول ما بيشوف الحاله قدامه بيبدا يحطها في عمليه التشخيص، بيبدا يسال الام اسئله تانية او حاجات كتير قوي من سمات التوحد. والله لو المتخصص في اللغه وجد ان في حاجات كتير من الام بتجاوبها من السمات اللي بتدل على ان الطفل ده توحدي، بيبدا لتحويله الى رحله لفريق العمل المكون من المخ والاعصاب، المكون من اخصائي التخاطب، المكون من الطبيب النفسي، اخصائي التربيه خاصة تنمية المهارات، كل من له علاقة بالمجال والأخصائي النفسي، علشان نقدر نجمع التقييم بتاعنا عن أو التشخيص بتاعنا إذا كان الولد توحدي ولا لأ. وكل واحد من الناس دول بيبحث في منطقته الخاصة بموضوع التوحد. بعد كده يا جماعة بنبدأ نجري على الطفل ده مجموعة من الاختبارات، واللي بيجريها الأخصائي النفسي اللي هو دارس علم نفس ودارس اختبارات، بيطبق مجموعة من الاختبارات الخاصة بموضوع التوحد. يمكن بنطبق احنا هنا في مصر اختبار الكارز، ويمكن بعض الدول العربية بتطبق اختبار الجيليان، وبعض الدول الأخرى بدأت في تطبيق اختبار جديد أو مقياس جديد اسمه مقياس البيك 3، هو مترجم وتم تعريبه إلى العربية وبدأ العمل في بعض الدول العربية. أي مقياس من دول، أي مقياس من دول بيتعمل بيطلع لي دليل أو نتيجة على إن الطفل ده بيعاني من التوحد من الدرجة البسيطة أو المتوسطة أو تمام. بعد كده بدأنا بقى نرتب ليه خطوات كيفية تأهيل هذا الطفل التوحدي. ما ينفعش يا جماعة تبقى الخطوات مش مبنية على خط، ما ينفعش الخطوات تبقى عملية اجتهادية فردية من كل واحد فينا، لازم ان احنا نبدأ الخطوات بشكل عملي منظم، ان احنا نبدأ نشوف الحالة اللي قدامنا دي ايه احتياجاتها. طبعا الاحتياجات دي بتيجي مرحلة تانية بعد التشخيص، بتبقى عملية اسمها التقييم. عملية التقييم دي نتيجة استمارة التقييم كبيرة قوي. استمارة التقييم دي انا قيمته في المجال الاجتماعي، وقيمته في المجال اللغوي، وقيمته في المجال الحركي، وقيمته في مجال العناية الذاتية، وقيمته في المهارات الحياتية، وقيمته في كل مناحي الحياة باستمارة التقييم. الاستمارة دي بيبقى فيها بنود، مجموعة من الأسئلة أو مجموعة من الأفعال والتصرفات، يا ترى هو بيعمل ده ولا ما بيعملش ده، طب اللي بيعمله بنعمل عليه خلاص هو بيعرفه، بنبدأ نعمل له عملية توظيف حياتي، طب اللي ما بيعرفوش بنعمل عليه عملية إكس، وبنبدأ نفردها خطوات إن هو يقدر يعمل ده. في حاجات ممكن هو يعملها ويكون مستجيب ليها وتاخد مننا مدة زمنية بسيطة، وفي حاجات ممكن يعملها وتاخد مننا مدة زمنية كبيرة واحنا مش عارفين الحاجات دي نقدر نوصل لها ازاي. بعد كده يا جماعة نبدأ نحط البرنامج الفردي بتاعنا. البرنامج الفردي ده عبارة عن ايه؟ اول حاجة في البداية خالص انا جمعت البيانات والمعلومات عن الطفل، حالته ان هو توحد، بعد كده حددت نوع التوحد اللي بيعاني منه. نفتكر كده مع بعض ان انا حددت انواع التوحد ليه؟ التوحد الكلاسيكي
واضطراب غير محدد النمو ومتلازمة أسبرجر ومتلازمة ريت والاضطراب التفككي. قلت إن التوحد بيكون له 5 أنواع. طيب في حاجة تانية، قلنا إن في متلازمات تتشابه مع التوحد وهي مش توحد، ودي قلنا دي بيتم اكتشافها بالتشخيص الطبي والتربوي وحاجات تانية، وبتظهر على الأطفال غالبا بعد سن ال4 سنوات أو ال5 سنوات. وأنا قلت إن سن الإصابة بالتوحد بيكون من سنة ل4 سنوات، عشان يبقى إحنا مركزين قوي في الكلام ده، عشان ما يجيليش طفل عنده 5 أو 6 سنين بدأت تظهر عليه أعراض شبيهة بأعراض التوحد وأقول عليه توحدي، والأعراض دي لسه ظاهرة عليه بقاله شهرين 3 وهو اصلا عنده 6 أو 7 سنين. ما ينفعش ان انا اقول عليه توحد، ينفع ان انا انسبه لاي متلازمه من المتلازمات اللي انا كنت اتكلمت عنها في خلال المحاضره. نرجع لحاجه تانية، عملنا حطينا الاسم، السن، البيانات الشخصيه بتاعته، بعد كده حطينا درجه ذكائه ولا ترتبط درجه الذكاء بالتوحد، بعد كده ها نعمل ايه؟ نقوم حاطين يا جماعه درجه مقياس التوحد. والله انا هفترض دلوقتي حاله هشتغل معاكم عليها، والحالة دي هتبقى افتراض، وهحط الأهداف بتاعتي وهقول لكم بعمل ايه بالظبط، وهيبقى ده نموذج عام لأي حالة تمشي عليها بالخطوات، لكن هنختلف في المحتوى من حالة لحالة على حسب الحالة، درجة الإصابة، عمر الإصابة، المدة الزمنية اللي قداها. أنا هتكلم دلوقتي عن حالة، هفترض إن أنا عندي حالة هشتغل معاها. أنا النهارده هتكلم عن محمد. محمد عمره 5 سنوات. محمد درجة ذكائه هفترض ان هي ذكائه عادي خالص 100 درجة. هفترض ان هو بيعاني من التوحد اللي هو المتوسط، اللي هو ايه 35 درجة، اللي هو الدرجة المتوسطة من التوحد او فوق المتوسط بشوية. وهخلي محمد ده انا حطها في اضطراب مثلا، انا شايفة ان هو عنده حاجات مختلفة من التوحد، من سمات التوحد مع متلازمات، فانا هحطه ضمن اضطراب غير محدد النمو، ان هو خد من ريتا حاجة، على سبرجر حاجة، على اضطراب التفككي حاجة، خد من كل حاجة حاجة. بعد كده هبدأ اعمل برنامج ازاي بتاعي. اول حاجة عندي، انا عندي هدف عام. انا الاول يا جماعة قبل ما اعمل الهدف العام والهدف الخاص، هعمل حاجة مهمة قوي، هطلع نقاط الضعف اللي انا عايز اشتغل عليها. انا في البداية بعد التشخيص عملت عملية تقييم، في استمارة التقييم هاخد من استمارة التقييم الحاجات اللي ما بيعرفش يعملها، اللي هي اسمها نقاط الضعف. طيب انا نقاط الضعف اللي انا شفتها قدامي انا هشتغل معاها تواصل مثلا اجتماعي، فانا في استمارة التقييم بتاعت التواصل الاجتماعي او الجزء الخاص بالتواصل الاجتماعي لقيت ان هو ايه، ما عندوش تواصل اجتماعي ولا عنده تواصل بصري مثلا. دول النقطتين اللي انا هشتغل عليهم دلوقتي. طيب انا هكتبهم نقاط الضعف، ها يعاني من انعدام التواصل الاجتماعي او يعاني من انعدام التواصل البصري. يبقى انا لازم هعمل تدريبات علشان اقوي التواصل الاجتماعي واقوي التواصل البصري. بعد كده هعمل ايه؟ هقوم جايه بقى كاتبه الخطه بتاعتي. هكتب ايه؟ الهدف طويل المدى رقم 1، مساعده محمد على التواصل البصري. عشان اساعده على التواصل البصري، انا شايفه ان محمد ده هل هو منعدم الاتصال البصري، يعني منعدم خالص انا هبدا معاه من الصفر، ولا هو ممكن يتصل بصريا لمده ثانيه او ثانيتين او 3 ثواني او دقيقه او 2 او 3 دقائق او كده. فانا هشوف، انا شايفه ان محمد ده تواصله البصري ها ضعيف، فانا عايز اساعده على التواصل البصري، فهبدا احط مده زمنيه للبرنامج. انا شايف ان انا ممكن احقق البرنامج مع محمد في مدة شهرين، يبقى انا هكتب المدة الزمنية للهدف شهرين، بواقع 3 جلسات في الاسبوع، مدة الجلسة نص ساعة، يبقى انا اللي هحقق الهدف بتاع التواصل البصري في شهرين، بواقع 3 جلسات في الاسبوع، مدة الجلسة نص ساعة، وعندي الهدف الرئيسي ان انا اساعد محمد انه يتواصل. علشان النهارده اساعد ان هو يتواصل لازم امشي مجموعه من الخطوات، الخطوات دي هنسميها اهداف قصيره المدى. انا حطيت الهدف العام او الهدف الرئيسي عندي او الهدف طويل المدى مساعده محمد على التواصل البصري. طيب الأهداف القصيرة هكتب بقى الهدف قصير المدى رقم 1، اللي هو عبارة عن إيه؟ مساعدة محمد على ها النظر في عيون أمه لمدة دقيقة، دي بداية عشان يتواصل بصري، مع أن تبادله الأم الضحك، دي البداية بتاعتنا. طيب دي جلسة، ده الهدف قصير المدى رقم 1 اللي أنا في النهاية خالص هيصب في هدف عام عندي اللي هو التواصل البصري بشكل عام. الجلسة التانية ها مساعدة محمد على التواصل البصري بالنظر في عين ابوه، ها مع تبادل الضحك، يبقى انا كده غطيت حاجتين، تواصل بصري وتواصل اجتماعي، انه بدا يضحك ويبتسم. بعد كده ها مساعده محمد ها على مشاهده، ان هو يبدا يشاهد ها صوره، او ان انا اخده غرفه التكامل الحسي وابدا ان انا اعرض عليه بعض الاشياء البصريه الملفته للنظر. زي ايه؟ ممكن قلم ليزر اللي هو بيلون، ممكن ها كورة اللي هي الكورة اللي هي الهلامية اللي بتطلع أضواء فوسفورية، وأنا ظلمت النور لو أنا ما عنديش غرفة تكامل حسي، لأن مش كل الأماكن بالنسبة للأستاذ الأخصائيين مجهزة بغرفة التكامل الحسي،
ومش كل البيوت اقدر اوفر فيها غرفة التكامل الحسي، فانا ممكن اجذب نظره بقلم ليزر في الظلام، ممكن اجذب نظره ها بكورة في السفورية، ممكن اجذب نظره باللي هي الاضواء اللي هي اللي بتقيد وتطفي دي، اللي هي الاخضر والاحمر والاصفر اللي هي الفسفورية دي، بشكل ان هو ايه يقدر ان انا اخلي عينيه تنتبه. تمام. رقم الهدف قصير المدى الرابع، انا في النهايه خالص عايز اوصل في شهرين ان انا بعمل جلسات، انا بديكم افكار لجلسات اهي. الهدف قصير المدى الثالث او الرابع، ها ان يقوم المعلم ها بوضع استكارات شفافه على وجهه عشان يبدا ينجذب المعلم في التواصل، هيبدا يلتفت للي على وش المعلم، او يضع المعلم استكارات شفافه على يده ويبدا يلوح بايده المعلم عشان هو يبدا ينجذب لهذه الاشياء. مع التغيير بلاش التثبيت في الروتين، بمعنى ان مش كل مره يدخل يلاقي اللي انا حاطه على وش استيكر خلاص، لا ده مش صح، لازم ان انا اعمل عمليه احلال وتبديل وتغيير كل فتره حتى لا يتوحد معاه ان هو كل مره بيدخل يشوفني بالمنظر ده، وكمان عشان انا انجح في عمليه التواصل البصري، وكمان لان انا مش هعمل عمليه التواصل البصري ان هو كل ما يدخل يبص لي يلاقي حاجه جديده، ده انا لازم بقى هعمل حاجه، هعمل عمليه من المرونه في نقل التتابع البصري، انه يبقى عنده مرونه في نقل البصر، ان هو مش مجرد ان حاجه بتلفت نظره ويبص ليها وبس، انا عايزه اقوي عنده ها عمليه التواصل البصري نفسها، لان هو لا يعاني من مشكله في حاسه الابصار، يعني حاسه الابصار بتاعته كويسه، الحاسه العين نفسها كويسه، لكن المشكله كلها في عمليه التواصل نفسه، ان هو يتواصل وينجح في عمليه ان هو المرونه في نقل عينيه والتتابع ها البصري، ان هو ينجح ان يبقى عنده مرونه في نقل عينيه وينجح ان هو يبقى عنده نوع من انواع التتابع البصري وتوزيع عينيه. بعد كده يا جماعه لما عملنا له المرونه وعملنا له عمليه التتابع، ها بعد كده المعلم ها يصحب يعرض على الطفل مجموعه من البطاقات او الصور اللي هي المثيره الجذابه ويبدا ان هو يفرجها له. تمام. المعلم بعد كده يعرض، انا بتكلم برضو على حاله بتعاني من التوحد بدرجه بسيطه او بدرجه متوسطه اللي هي استجاباته كويسه، وبتكلم عن طفل عنده 5 سنين، وافتراضاتي انا ان هو بدا التدريب بتاعه من سن 3 سنين، يعني بقاله سنتين بيتدرب، يعني متعود على التدريب. تمام. يعني دي كلها حاجات انا براعيها، لو انا قدامي حاله ما اشتغلتش معاها خالص، ما حدش اشتغل معاها خالص، اكيد مش هشتغل معاها بالترتيب والتسلسل ده، اكيد ان انا برضو هشتغل معاها على الوضع اللي هي جايه لي عليه، ان انا هبدا اعودها على التدريب، واكيد هتاخد مده زمنيه اطول في عمليه التواصل البصري، واكيد لما انقلها المرونه البصريه او التتابع البصري هتاخد مني برضو وقت اطول. فاهميني ازاي؟ انا دلوقتي بفترض ان انا بتكلم اوريدي عن حاله انا شغاله معاها، اتعمل لها التشخيص، اتعمل لها التقييم بتاعها، انا بتكلم عن جانب المهارات او التواصل الاجتماعي او التواصل البصري، فانا لقيت ان مفيش فيه تواصل بصري، فبدات ان انا اعمل لها عمليه تنميه او بدات ان انا انمي عندها اهي موضوع التواصل البصري. بعد عمليه التواصل البصري، بعد ما نميت عندها التواصل البصري ونميت عندها الكلام ده، ها بدات ان انا انقل بقى عمليه التتابع، المدرس يعرض على الطفل مجموعه من الصور، بعد ما بدأ يعرض عليه مجموعة من الصور بدأ يخلي يطلب من الطفل ترتيب الصور، بدأ يعرض عليه البازل، بدأ الطفل يرتب البازل، بدأت أنجح في عمليتها عملية التواصل لوقت. عايز أقول إن التواصل البصري ممكن يجي عندي ثانية، ممكن يجي عندي ثانيتين، ممكن يبقى دقيقة، ممكن يبقى دقيقتين، ممكن يبقى 3 دقايق، ممكن يبقى 4 دقايق، 5 دقايق، 6 دقايق، ها وأنجح إلى أن أصل لعملية المرونة في التواصل البصري، او ان هو بدا يبقى متواصل بصري بشكل كبير، والنتائج انا بنتظرها على حسب تدريبي له وعلى حسب كفاءه استجابته هو. يعني في طفل ممكن يتواصل بصريا لثواني وما ينجحش اكتر من ثواني مهما قعدت ادرب فيه وعمل، لان هي حته تواصل بصري عنده كده. في طفل تاني قدرتي لما قعدت ادربه كتير على عمليه التواصل البصري استجاباته عاليه وهو ما عندوش المشكله دي في التوحد بدرجه كبيره، فكانت استجاباته كويسه جدا وبدا يتواصل بصريا بشكل كبير وبشكل راقي وبشكل يكاد يكون ممتاز. طيب عملت ها عمليه ايه التواصل البصري، قضيتها على جلسات لحد ما في النهايه خالص انتهيت ان انا في شهرين حققت الجلسات دي من خلال هدف عام رئيسي اللي هو مساعده محمد على التواصل البصري ومجموعه من الاهداف القصيره او الجلسات اللي في النهايه حققت لي الشهرين ان انا نجحت معاه. في النهايه خالص يا جماعه بعمل حاجه اسمها التقييم للشهرين، انا بفترض ان انا عملت الخطه بتاعتي شهرين بس، لكن في مؤسسات اما ان هي بتعمل الخطه بتاعتها سنويه طويله المدى جدا او ان هي بتعملها نصف سنويه او بتعملها ربع سنويه، يعني معظم المؤسسات بتعملها نص سنويه كل 6 شهور بتعمل الخطه. تمام. وفي مؤسسات بتعملها كل ربع سنويه، لكن انا وجهه نظري انا ان انا اعمل الخطه على حسب احتياج الطالب اللي قدامي.
تمام. والمفروض في كل بدايه عام دراسي، احنا بنتكلم عن مدرسه او مؤسسه او مركز، قبل بدايه العام الدراسي نعمل ميتنج ونعمل عمليه ريفرش للطفل نفسه، ونشوف ايه اللي في التشخيص، ونطلع الفايل بتاعه، نشوف التشخيص والتقييم بتاعه. اذا كنا في حاله لاعاده التشخيص او اعاده التقييم، نعمل عمليه لاعاده التشخيص وعمليه التقييم، نعمل اعاده للتشخيص وللتقييم. بعد ما نعمل اعاده التشخيص والتقييم، نبدا نعمل الخطه الفرديه بتاعتنا، ها، بطريقه زي ما انا بتكلم بيها كده، واحده واحده، علشان نقدر نجيب نتائج. مع العلم ان الخطه، ها، بتاعتي دي تقديريه. يعني ايه تقديريه؟ يعني ان الوارد ان يحصل ان انا افتح المده فيها، لان الطفل ممكن تكون استجاباته اقل من المتوقع او اقل من المطلوب او اقل من تخيلي، فبضطر ان انا افتح المده على حسب استجاباته. ممكن يحصل له اي ظرف طارئ، ممكن الطفل يكون تعرض لاي تعب، غاب من الشهرين دول اسبوعين، فانا مضطر افتح المده، ومضطر ان انا اراجع على اللي فات، او مضطر ان انا اعمل حاجات تانية كتير. وممكن ان الطفل يكون الحاله المزاجيه بتاعته سيئه، اتعرض لاي تعب مفاجئ عمل لي خلل في الخطه بتاعتي، والله غاب وما كانش بيجي، فانا مضطر ان انا افتح المده الزمنيه شويه اذا حصل اي دروب في البرنامج من اي نوع. وفي اطفال بتبقى عندهم اسراع للاستجابة وبيستجيبوا بسرعة جدا وكويسين جدا، وممكن يحققوا الهدف ابو شهرين ده في اسبوع لانه كفاءته عالية، فخلاص انا هنتقل لحاجة تانية ان انا ادربه عليها واعلمه فيها. في النهاية خالص بعمل عملية التقييم. التقييم ده حقق استجابات ايه؟ اللي حقق فيه استجابات بعمل له عملية تفعيل حياتي، اللي محققش فيه استجابات بعمل له عملية ايه؟ بعمل له عملية اعادة تاني، بعيد صياغته تاني، وببدأ اكتبه من اول جديد، علشان في النهايه ان انا اقيم البرنامج بتاعي صح، ايه اللي هو استجاب له، ايه اللي ما استجابش له. ممكن يكون الخلل في الوسيله المستخدمه، او الخلل فيها انا كشخص ان انا اتعاملت معاه غلط، او الخلل عند الطفل نفسه ان هو مش مستعد للاستجابه دلوقتي ومش قادر ان هو يستجيب معايا. هنقول الخطه تاني. الخطه تاني ازاي؟ في البدايه خالص بعمل حاجه مهمه جدا، انا عملت عمليه التشخيص بالنسبه لحالات التوحد. عمليه التشخيص بتاعتي ان انا زرت المتخصصين والاطباء والناس اللي كانت بتشتغل معايا. نقول تاني يا جماعه، نقول تاني، في البدايه خالص يا جماعه انا بعمل عمليه التشخيص. في البدايه خالص الموضوع بيبتدي يظهر في الاسر ان الام بترتاد الطبيب او المتخصص بسبب ان ابنها يعاني من مشكله جوهريه كبيره جدا في اللغه، انه متاخر في اللغه عن زملائه، او ان هو الكلام عنده قل، او الحاجات اللي من هذا القبيل. طيب بعد عمليه التاخر وبعد كل الكلام ده، ببدا اعمل حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ لو انا الام جات لي وانا بدات اشوف الطفل اللي قدام بيعاني من مشكله في التوحد، او شفت عنده خلل في التواصل، او اي حاجه من الحاجات دي، ببدا ان انا احوله على فريق العمل المحيط بيا من المخ والاعصاب، تمام، والاطباء النفسيين والاخصائي النفسي والتربيه الخاصه وكل الناس. طب بعد ما كده طلعنا بالتشخيص النهائي ان الواد ده بيعاني من التوحد، او البنت دي بتعاني من التوحد، والتشخيص اللي جاي لي كمان مكتوب فيه النوع اللي بيعاني منه، يعني مكتوب لي ريت، ولا مكتوب لي سبيرجر، ولا مكتوب لي اي حاجه، تمام. بيجي لي الموضوع بالشكل ده. بعد ما بيجي لي بالطريقه دي او بيجي لي بالشكل ده، بعد ما بيجي لي بالطريقه دي او بالشكل ده، ببدا ان انا اعمل حاجه مهمه. ايه هي الحاجه المهمه؟ ايه هي الحاجه المهمه اللي انا بعملها هنا بقى دلوقتي؟ باخد هذا التشخيص اجري عمليه تقييم بقى. انا خلاص عرفت ان هو توحد، وعرفت مشكلته ان هو في اسبرجر او فريت او ايا كان، على حسب ما تم تحديد المشكله بتاعته. بعد كده بجيب استماره التقييم في كل حاجه، في التواصل الاجتماعي، في البصري، في اللغوي، في المهارات الحياتيه، في العنايه الذاتيه، في كل الاشياء. بعد هذه التواصلات وبعد كل هذه الاشياء، تمام، بحط التقييم بتاعي. ببدا اطلع من التقييم نقاط الضعف اللي انا هعمل عليها الخطه الفرديه، تمام. يا جماعه انا دلوقتي بتكلم عن الهيكل بتاع الخطه، تمام، لكن اسئلتكم، تمام، اسئلتكم، طفل بيتكلم او طفل ما بيتكلمش، انا عايزه المشكله، معلش بقى بعد اذنكم، تتشرح لي. لو ما اتشرحتليش حتى دلوقتي على المحاضره وانا بتكلم، تتشرح لي على صفحه الهاند كاب. حتى الدعم الفني دلوقتي هيطلع اللينك بتاع الصفحه بالنسبه للناس اللي بتحضر لاول مره، تمام. الصفحه انا متواصله عليها بشكل كبير، هتكتبي لي المشكله، هكتب لك بالظبط تعملي ايه ان شاء الله، او قريب من الصحيح ان شاء الله، اللي يساعد حضرتك او يساعد حضرتك، ان يساعدك سواء انت اخصائي بتشتغل مع طفل او ولي امر عندك طفل ان شاء الله. فانا بس دلوقتي بتكلم عن الهيكل العام بتاع الخطه، لان في انيسه ساره كانت كلمتني او بعتت لي رساله على الفيس، وطلبت مني موضوع الخطه والكلام ده، وكانت مستعجله، بس انا قلت ان انا هشرحه كله بشكل عام بالنسبه للناس كلها. دي الخطوات بتاعتي. عملت عمليه التقييم، بعد عمليه التقييم طلعت نقاط الضعف. نقاط الضعف انا دلوقتي يا جماعه مطلعه دلوقتي الجزء المهم في نقاط الضعف او الخلل اللي عندي. باخد نقطه الضعف اشتغل عليها، نقطه القوه انا بفعلها واوظفها. يعني الولد ده جاي لي متواصل اجتماعيا، هفترض الولد او البنت جاي لي متواصله اجتماعيا، بيسلم على ابوه وامه، لا انا هعمم
سلام على الكل، اذا هو ما عندوش مشكله في السلام. لو جاي عنده لغه بنمي عنده اللغه بجلسات التخاطب، واللي مش بيتنمى بجلسات التخاطب من اللغه بنميه برامج التواصل غير اللفظ. يعني هو لو بيقدر يقول كلمه او كلمتين او يعبر عن احتياجاته او اروح الحمام او اكل او اشرب، وحاولت معاه ان انا اوظف الكلام ده في جمل وما عرفتش، ببدا اتواصل معاه بشكل اكبر من خلال الجمل، وبرضه بحتفظ ببقايا اللغه. يعني بتعامل بالاثنين، بالتواصل اللفظي وغير اللفظ. حتى لو بيتكلم بس اكيد قدرته في الكلام محدوده، او بيتكلم بشكل كرتوني، او بيتكلم بشكل سريع، او بيتكلم كلام ملخبط، او بيعيش في مسلسل كرتوني. دي كلها حاجات مهمه قوي انا عايزه ادخله في ناحيه التواصل. لو هو عايش في مسلسل كرتوني او عايش في حاجه لوحده، لا ده انا بحاول اشده من ده ببرنامج تواصل سواء غير لفظي او لفظي، والغير اللفظي بيكون افيد لدول. يمكن انا ممكن من فتره انا راجعه من السفر على الطياره، كان معايا حالتين توحد، الاثنين راكبين معايا على نفس الطياره، ولد منهم بيتكلم الطريقه الكرتونيه وطول الطياره هو هايبر اكتيفيتي مش عارف يقعد، درجه الطياره والطياره نازله، يا جماعه طفل اللي واقف بعد اذنكم يتفضل يقعد لان هيتعور في كابينه الطياره. الولد بيتحرك حركه مفرطه شديده وعايش في برنامج كرتوني، يعني عايش في برنامج كرتوني. انا شايفه ان الولد حالته كويسه جدا وذكاؤه ما شاء الله كويس، ده ممكن نعمل معاه برامج تواصل غير لفظي، يعني ممكن نعمل معاه برنامج تواصل غير لفظي. ولد تاني كنت شايفاه اوتيزم ومعندوش تواصل بصري، بس اللي عنده لغه لكن اللغه عنده مكسره قوي، وتعبيره عنها يمكن يكون تعبير طفل اللي هو عنده سنه او سنه ونص، تمام؟ ده برضو ممكن نعمل معاه برنامج تواصل غير لفظي وننمي عنده اللغه اللفظيه لكن بطريقه معينه. طيب ارجع لبرنامجي تاني اللي انا بتكلم عنه. عملت التشخيص، طلعت سبيرجر بدرجه كام او بنوع كام والدرجه اللي هو عليها والنوع اللي هو عليه، بعد كده عملت عمليه التقييم الشامله لكل حاجه لكل حاجه. بعد عمليه التقييم الشامله انا هفترض نفسي بشتغل في التواصل بس. انا شايفه الحاله اللي قدامي عندها مشكلتين في التواصل، الاجتماعي والبصري. انا والله اخترت النهارده ان انا اكلمكم عن التواصل البصري. في البدايه خالص انا عندي خطه، الخطه دي على حسب المؤسسه او المكان اللي انا بشتغل فيه. انا بعملها المكان اللي انا فيه بيعملها سنه مثلا، وفي مكان تاني حضرتك فيه بيعملها 6 شهور، وفي مكان تاني بيعملها 3 شهور، تمام؟ وفي مكان تاني على حسب الحاله اللي قدامه. بمعنى يعني اصلا عندي تنوع كتير من الحالات بيختلفوا عن بعض، تمام؟ ويعني انا مش بشتغل في مكان متخصص بس للحاجه دي وعندي اكبر عينه منه فمجمعه السبيرجر لوحدهم ومجمعه دول لوحدهم. يعني عارفين لما بيكون المكان متخصص اكتر والمكان كبير شغال في التوحد بس، فهو بينجح ان يبقى فيه شريحه كبيره جدا من الاطفال اللي انت بتقدري تجانسيهم مع بعض او تاخديهم مع بعض، تكون اتجاهاتهم واحده وبرضه بتشتغلي معاهم بطريقه فرديه، بس اعتقد ده بيكون اريح. هفترض ان انا عندي عينه من الاطفال، خدت كل طفل اشتغلت معاه بالطريقه المناسبه او الطريقه اللي انا شفتها مناسبه، بدات اعمل له البرنامج بتاعه. لما بدات اعمل البرنامج خلاص هبدا في البرنامج اهو. انا طلعت فيه مشكله في التواصل البصري للولد محمد اللي توحده متوسط، وانا افترضت ان هو بيعاني من اضطراب غير محدد النمو وجمع من كل حاجه من التوحد. بعد كده بدات ان انا احط الاهداف. الهدف العام عندي مساعده محمد على التواصل البصري. طب انا شايفه كده برؤيتي ان محمد ده ممكن ان انا اجيب معاه نتائج كويسه في التواصل البصري في 2 شهر، يبقى المده الزمنيه اللي انا هاخدها في الهدف بتاعي 2 شهر او 3 شهور زي ما انتم عايزين او 6 شهور، ده هيتحدد على حسب الحاله اللي قدامي. تشخيص وتقييم هما اللي هيحددوني الموضوع، لان انا في التقييم اللي هو بتاع التواصل البصري عندي اسئله او عندي حاجات صغننه كده بتقول لي ايه، بتجيب لي بند التواصل البصري كله. فانا شايفه ممكن يكون فيه بيعمل مثلا عندي 20 بند، هو في 10 منهم بيعرف يعملها، يبقى في 10 ما بيعرفش يعملهم، يبقى الراجل مش منعدم التواصل اهو، في حاجات بيعملها بعينيه، لا في ال 20 فقره دول هو منعدم فيهم، فاذا هبدا معاه في الصفر مثلا في التواصل البصري. ده على حسب التقييم اللي قدامي والكلام اللي في التقييم. طب عملت التواصل البصري، حطيته، قلت ان المده الزمنيه عندي 2 شهر، الشهرين دول بواقع 3 جلسات في الاسبوع، مده الجلسه نص ساعه. البرنامج هنا مزدوج، انا هوزع حاجه على الام والاب والاخوات، وجزء هيخصني انا كاخصائي هشتغله عندي في المركز باقل امكانيات ممكنه. عندي غرفه تكامل حسي اللي هي المجهزه، غرفه التكامل الحسي المجهزه دي اوكي. ما عنديش اللي هي بتكون فيها ملامس، فيها ضوء، فيها صوت، فيها ارضيه مبطنه بالفلين، بتساعدني في حاجات كتير جدا لحالات كتير جدا مش شرط توحد، لا ده انا ممكن اشتغل بيها مع الاتنشن ديفكت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر اللي هم نقص انتباه وفرط الحركه، ممكن اشتغل مع بتوع صعوبات التعلم، ممكن اشتغل مع اللي عنده توحد، ممكن اشتغل مع بتاع الاعاقه العقليه. غرفه مفيده جدا، ها فيها اركان كتيره جدا تساعدني مع اي حاله عندها اي خلل في اي منطقه في الانتباه، في السمع، في الشم، في اللمس، في الحاجات دي، فيها وسائل مساعده كتير. وعلى فكره ما بقتش غاليه دلوقتي وبدات تتصنع في مصر، انا شفتها يمكن من 4 سنين ولا حاجه كانت ب 150 الف جنيه مصري، كانت في معرض ادوات في دبي.
دلوقتي بتبقى متفاوته، ممكن توصل ل 100,000 جنيه، بس دلوقتي بتبتدي اعملها من 5,000 جنيه، في اماكن بتعملها من 5,000 جنيه دلوقتي. بعد كده بدات احط بقى الادوات بتاعتي. طيب هعمل ايه؟ الهدف قصير المدى الاول، مساعده محمد ان يتواصل بصريا مع امه، ان تضحك الام وتنظر الى عين ابنها حتى لو استغرق الموضوع ده ثواني او دقيقه او دقيقتين. ممكن نكرر جلسه الام دي جلستين ثلاثه. بعد كده بالنسبه للاخصائي، ممكن الاخصائي يحط ستيكر على وشه، ممكن الاخصائي يحط ستيكر على ايديه، ممكن الاخصائي لو مفيش امكانيات خالص نستخدم قلم الليزر الملون، ممكن يستخدم الكره المضيئه ويطفي النور حواليه، ممكن يبدا يستخدم اضاءات الملونه اللي هي بتطلع من البانوره اللي كلها الوان احمر واخضر وازرق، بحيث ان هو يبدا عينيه يبدا فيها نوع من انواع التواصل. والله نجحنا ان احنا نخليه يتواصل بالطريقه اللا اراديه دي، الطريقه دي لا اراديه، لان انت بتدي له اضاءه جذابه غير البيئه المحيطه بيه، فبتحاولي انت تشديه من التوحد اللي هو فيه يدخل له. بعد كده بدات الامور ترتفع مع هذا الطفل، المعلم بقى يطلب منه يبص في صوره معروضه على الحيطه، بدا المعلم يديله بازل، بدا ان هو يتبادل النظر للمعلم. في نهايه الشهرين انا هعمل عمليه التقييم بتاعتي عشان اشوف ايه الجلسات، هقيم الجلسات كلها، والله الجلسه الاولى مع الام حقق فيها كذا، الجلسه الثانيه مع الام حقق فيها كذا ومده كذا، والله مع المدرس عملت كذا، مع المدرس في الثالثه عمل كذا، في الرابعه، في الخامسه، في السادسه، هنتهي بالنهايه بتاعتي تواصله البصري دلوقتي اصبح ايه؟ بسيط ولا متوسط ولا الحمد لله وصلنا لدرجه كويسه جدا مرجوه ومرغوب بيها في عمليه التواصل البصري. في عمليه التواصل البصري بقدر بقى اعرف انا وصلت معاه بالظبط لايه؟ عملت عمليه التقييم بتاعتي، وهكذا بيكون البرنامج بكل خطواته. هدف طويل عام بشتغل عليه مده زمنيه شهرين او 3 شهور على حسب ما انا شايفه، بيتخللوا خطوات، الخطوات دي انا بسميها اهداف قصيره. بعد الاهداف القصيره دي بعمل لها عمليه معلومه. الخطه دي انا بتكلم عنها كده بشكل عملي سريع بسيط. الخطه لو احنا دخلنا نقرا عنها على النت هنلاقيها كلام نظري كتير جدا، تمام؟ لو دخلنا ندور على شكل خطط فرديه هنلاقيها مختلفه مختلفه على النت من اماكن ومدارس. في حد يمكن في طالب كان عندي في الجامعه الاسبوع اللي فات بيقول لي يا استاذه انا جبت خطه فيها متوسط ووسط وانحراف معياري، الكلام زي كده. يا جماعه الخطه دي بتبقى مناسبه اكتر لاي باحث بيعمل ماجستير او دكتوراه، فبيجيب دراسه الحاله بيعملها شامله وبيطلع لها الاحصاء بتاعتها عشان بيطلب منه في نهايه الماجستير او الدكتوراه بتاعته ان هو يطلع لي بيان احصائي كامل وشامل بهذه بالحاجات دي، يطلع بيان احصائي شامل بيها، ان هو طلع احصاء نتائج احصائيه نتيجه عينه هو بيدرسها، فهو بيعمل لكل حاله من حالات العينه بتاعته بالطريقه دي، مطلوب منه ان هو يستخدم مقياس احصائي او طريقه معينه، ودي طريقه مش مناسبه ليكوا كاخصائيين او كاولياء امور تشتغلوا بيها، لان هي احصائيه اكتر من طريقه فيها شغل عملي او بتطلع نتائج عمليه اكتر. فالطريقه اللي انا بقولها دي الطريقه البسيطه، الطريقه المتعارف عليها اللي هي سهله جدا. اهم حاجه عندي لازم يبقى عندي تشخيص ممتاز وتقييم ممتاز، يعني التشخيص الناس اللي شخصت الموضوع طلعت لي التوحد باسمه بدرجته، تمام؟ والناس اللي قيمت عندها استمارة تقييم شاملة، تمام؟ ودي ممكن تلاقوها كتيرة جدا على النت أو تجمعوها أنتم من خبراتكم، تمام؟ استمارة تقييم مقيمين لي فيها كل الجوانب وكل مناحي من ناحية الحياة. طب في حد يقول لي طب أنا ممكن أجيب استمارة تقييم في حاجات منها لا تنطبق، يا أستاذي أو يا أستاذتي مش مشكلة إنها تنطبق أو لا تنطبق، اللي مش عارف يعمله اعملي علامة عليه علامة إكس، ان هو لحد الان ما بيعرفش يعمله او مش متواصل فيه او مش هيعرف يعمله دلوقتي، تمام؟ لان هيجي لنا يوم هيبقى الموضوع ده لازم يعمله، هيبقى لازم يعمله، انا بس عايزه اعرف ايه اللي بيعمله وايه اللي ما بيعملوش، بجيب كل مناحي الحياه اجتماعيه وبصريه وكل كله عشان يبقى عندي خلفيه وعندي خبره بكل حاجه هو بيعملها وحاجه والحاجات اللي هو ما بيعملهاش عشان ابقى انا عارفه بالظبط. استمارة التقييم دي شامله وبتقعد معانا سنين. يعني احنا بعد ما بنجتاز البرنامج اللي انا حطيته ده 3 شهور او 4 شهور او 6 شهور او سنه، وهاجي بعد كده اقيم السنه دي واجي بقى للي بعد كده اخده من استماره التقييم واكمل عليه وافضل اكمل الى ان اصل بالحياه ان انا قضيت على كل الحاجات او المشكلات اللي عندها في المرحله بتاعتي، لان انا قسمت مراحل التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه بشكل عام والتوحد بشكل خاص. انا عندي مرحله اسمها مرحله التدخل المبكر، ودي اهم حاجه منذ لحظه اكتشاف الموضوع. ممكن ما اشتغلش مع الطفل نفسه بس على الاقل خالص هشتغل مع اهله وهديهم محاضرات وهعلمهم مواعيهم وافهمهم. وبعد كده لو الطفل ده جاي لي في سنتين او في سنتين وشويه، بعد ما يبدا عنده 3 سنين ببدا اشتغل معاه وابدا اعمل معاه حاجات بقى اجتماعيه فالخطه بتاعتي انا بعملها بالشكل ده، هدف طويل المشكله، بعد كده عرضتها على اهداف او خطوات قصيره، بعد كده عملت عمليه التقييم بتاعتي علشان اعرف الخطوات بتاعتي همشيها بالشكل البسيط ده، تمام؟
طبعا انا عشان مش ضامنه الكهرباء لان ممكن تقطع تاني، هي دوب قطعت وربنا كريم جت بسرعه عشان انا انهي معاكم المحاضره. ده ان شاء الله ده كان اخر حاجه لينا النهارده، اخر لقاء ليا معاكم في محاضره التوحد، واكيد بينا تواصل مستمر على صفحه الهانديكاب. انا برد على كل الاسئله، لو انا حتى ما دخلتش يوم ولا حاجه، تاني يوم بدخل بلاقي السؤال برد عليه، وبرد عليه ان شاء الله بطريقه وافيه وبشكل يعني ان شاء الله يرضي اي حد من الناس اللي بتسال ان شاء الله يعني. فاتمنى لكم التوفيق كلكم، وان شاء الله متواصلين، واتمنى ان انا اكون قدمت لكم حاجه ولو بسيطه كده تساعدكم، ولو في اي تقصير ارجو منكم ان انتوا ارجو منكم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تسامحوني على التقصير لو في اي تقصير مني. اكيد ان شاء الله يبقى في كورسات تانية، وان شاء الله باذن الله انا ان شاء الله بجد هحاول ان شاء الله باذن الله ان انا اعمل الموضوع ده. الامتحان والكلام ده بقى هتعرفوه من الدعم الفني، صفحه حضرتي هيطلعوها دلوقتي على ان شاء الله على النت، هيطلعوا لكم دلوقتي حالا الدعم الفني عشان تبقى معايا. اكتبي كل اللي حضرتك عايزاه تحت امر حضرتك، انا بقول الصفحه مفتوحه، بس ارجو اللي يكتب سؤال يكتبه بالتفصيل، بتفصيل التفصيل ان شاء الله، السؤال بتفصيل التفصيل علشان خاطر اقدر ارد لكم عليه بشكل وافي وشكل مفيد ان شاء الله ليكم، تقدروا كلكم ان شاء الله تستفيدوا منه بشكل كبير. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في محاضرات تانية لمواضيع مختلفة باذن الله، وممكن ان شاء الله نبقى نعمل كده زي امسيات، او ان شاء الله هحاول اتكلم مع الدعم الفني ومع الناس فيها امسيات وندوات باذن الله، ان نقدر نتقابل فيها ان شاء الله مع بعض ونتكلم عن موضوعات تانية خاصة بالتوحد وغير التوحد باذن الله. بالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله. طيب ان شاء الله استاذنكم ولينا لقاء تاني باذن الله ان شاء الله باذن الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لان بصراحه انا خايفه النور يقطع وان انا افتح معاكم موضوع ما يكملش فتزعلوا وانا ازعل، فان شاء الله نبقى متواصلين على الصفحه اكتر باذن الله ونتقابل على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.